في هنا بعض الشروط اللي هي الخاصة بالتوصيل. لو انت هتستخدم سريدت اللي هي الالغوز، ففي عندك سريدت جونيك بيرميت فور سكيدول 40 فور سايزز ليس ذان 8 انش، يعني لحد 8 انش مسموح ليك ان انت تستخدم ايه الالغوز. ولو ان الكلام ده مش صح، بس لسه هنقول الصح اهو تحت، بس ده اللي بيتقال فين في الكود، يعني الكلام ده في الكود في سيكشن 6.5، بس اللي متطبق على ارض الواقع مش كده. تمام، اللي متطبق على ارض الواقع بقى ايه؟ سيبك من الجزء اللي فوق ده وندخل بقى على ارض الواقع. ارض الواقع لا يحبذ ان انت تستخدم الالغوز اكتر من 2 انش. تمام، لان التعامل في الالغوز مع البايبس ال 8 انش وال 6 والحاجات زي كده صعب جدا، بس ده المسموح بيه في الكود. بس انت اللي على ارض الواقع اخرك كام؟ 2 انش. والولدد اللحامات والفلانجات والجروفد هم المستخدمين اكتر من 2 انش، يعني اللحام اكتر من 2 انش، الفلانج اكتر من 2 انش، الجروفد كابلنج اكتر من 2 انش، تستخدمه عادي ما فيش عندك اي مشكله. تمام، في عندك بقى طريقه تانية اسمها بايب بيندنج. بايب بيندنج تعال نشوف كده مع بعض فيديو بيتم العمل ليها عمليه اسمها عمليه بيندنج. انت امتى بتتجه ان انت تستخدم الوصلات او تستخدم اللحامات؟ لما بيكون في البو، لما بيكون في مشترك، حاجات كده. هنا بقى هو بيروح بقى زي مصنع كده او ورشه معينه ساعه التنفيذ، ويبتدي ان هو يجيب البايبس اللي هو يركبها في البروجكت عنده، ويبتدي ان هو يعمل فيها عمليه اسمها عمليه بيندنج. عمليه بيندنج العمليه دي هو كده عمل ايه؟ عمل البو، عمل كوع، بس هو ما ركبش كوع، ودي احلى من ان هو يركب كوع، بس هي برضو اغلى. احلى ليه؟ لان الكوع ده ممكن يحصل منه ايه؟ تسريب، لانه واصله في الاول وفي الاخر. لكن ده بايبس كامله على بعضها، مفيش فيها وصلات، مفيش فيها اي تسريب. بس دي بقى بتضطر ان انت تعملها على مكن سي ان سي ماشين بالشكل ده كده، وليها اشتراطات. بص البايب بتطلع بالشكل ده كده. هي بتنفع في البلاك ستيل، بتنفع في حاجات كتير جدا. دي سيم اللي هي ايوه يا صراحه هي قويه صراحه. تمام، طيب البايب بيندنج ده ليه شروط. يعني ليه شروط؟ يعني لو انت هتعمل بيندنج لماسوره 2 انش فيما اصغر، يبقى لازم الريديوس اوف بند. ايه الريديوس اوف بند ده؟ نص قطر البندنج. مش انت دلوقتي هنا في الفيديو ده اسمه نص قطر الايه؟ البندنج. نص قطر البندنج اللي انت هتعمله ده لازم يكون، لو الماسوره دي 2 انش لازم يكون 6 بايب دايمتر، يعني 6 مرات نص قطر البايب ذات نفسها. يعني لو البايب دي 2 انش يبقى نص قطر البندنج ده قد ايه؟ يبقى نص قطر البيندنج ده 12 انش. يعني انا دلوقتي عندي ماسوره، فرض الماسوره دي 2 انش، دي 2 انش، هتعمل الثانيه دي نص القطر ده. بص اعتبر دي دايره، شايف ده نص القطر بتاعها. نص القطر بتاع البيندنج ده بيكون 6 مرات السايز بتاع الماسوره ذات نفسها. تمام، اكبر من او يساوي 6 بايب دايمتر، يعني يا قدو 6 مرات يا اكتر. تمام، وده علشان ما يبقاش، يعني انت تخيل دلوقتي نشرح حاجه، مش محصلش كراك في الماسوره وما يضعفش الماسوره، وبرده علشان يبقى فيه انسيابيه في عمليه الفلو. تمام، هنا بيقول لك لو 2.5 فيما اكبر بتبقى لحد معاك لحد 5 مرات الماسوره. للستيل بايبس، الستيل بايبس بقى بالذات لازم يكون اكبر من 12 مره السايز بتاع الماسوره. جالفانايزد بقى شون نوت بي بند اور ويلتد، يعني الجالفانايزد ما ينفعش تعمل لها ايه؟ حديد المجلفن ما ينفعش تعمل له بيندنج، ولا ينفع تعمل له لحامات.